صباحكم بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج بالسنتر. بإذن الله كل ما يقدم يحوز على رضاكم من خلال النقاش والحوار مع الكباتن رواد هذه الحلقة، اللي باسم الجميع أرحب فيهم الكبير يوسف سويد. حيا الله بعدي. الله يسلمك مشاهد، بالبداية حيك وحي الأخوان الموجودين والمشاهدين. ما شاء الله ضعفان، نظام غذائي ولا رياضة؟ رياضة والنظام غذائي. إيه ما شاء الله، بس هذا ما له علاقة يعني مو من خسائر مانشستر الضعف. شوية من مانشستر وشوية من كاظمة. يعني النظام الغذائي والرياضة أحجي. نفسيا تدري هذه. حياك الله بعدي. الله يسلمك. جنرال محمد إبراهيم حيا الله بنوار. يضحك شوف. يحبها الزوال. لا يعني يابا صح، يعني شوية من مانشستر شوية من كاظمة. لا وايد من كاظمة. شلونك بنوار؟ احييكم واحيي الاخوه المشاهدين واحيي النجم الكبير يوسف سويد، يعني اللي ما نصل مده ما شفته. عليك زود يا ابو نواف حبيبي، والاخوه الغاليين وايضا من خلف الشاشه. حياك الله يا ابو نواف. انتم على كيفكم عائله محمد ابراهيم، انت الجنرال خالد المارشال، موزعينها على كيفكم؟ اي بس حتى اجازه قياده ما نقدر نطلع. تستاهلون اذا الامور هذه بالملعب. والله مخالفه ما نقدر نطلع. ان كان انت تستاهل وان كان خالد. الله يحفظك. ولو ان موضوع خالد طول وخلصنا الحمد لله، خلص على خير. الابو لا تاخذ منه عنوان، لا تاخذ منه مانشيت، لا تاخذ منه سر، مقافل على الاسرار. ابويا وقد ساويا بينهم الولد عود اخلاق، والاخوه النادي ايضا لهم اخلاق، لهم دور. يعني انا ايش حق ادخل بالامور، ايش حق نفتح الموضوع ما دام احنا بالمنتخب الامور طيبه. حياك الله يا ابن نواف. الحمد لله. اوه حبيبي كيفان بدر العنبري. هلا هلا، الذكريات الجميله. هلا ابو ناصر. حياك الله. هلا ماهر، كيف حالك حبيبي؟ الله يسلمك. حياك الله. صبحك الله بالخير ماهر، صبح عليك، صبح الكوابتن، وصبح المشاهدين. اهلا وسهلا. ما نتعود عليك بعيد هناك، لكن انت قريب من قلبي. شلون العضيد الكبير؟ بفضل الله بصحه وعافيه ان شاء الله. عساه ان شاء الله دائما. امين يا رب اجمعين. الحين اقول لكم عاد يا ابو عدبي، يا اخوي ابو نواف، يا اخوي ابو ناصر الاكاديمي، اخوكم جمال مبارك الان تعدى مرحله انه يروح يشارك في البطولات الخليج. لا قام يقدم جوائز وقام يرعى جوائز، ما شاء الله الله يزيدك. حيا الله رجل الاعمال جمال مبارك. اهلا وسهلا يا ابو خالد. حبيبي يا ابو شادي، وش خلق غير رجال ده؟ غير رجال الاعمال؟ غير الضحكه. مسي عليك، مسي على اخواننا المشاهدين واخواننا الحضور، كابتن منواف، الجنرال سويد، صاد الطير، والعنبري. العنبري صراحه انا شفت لك هدف عجيب حبيبي، اللي عبد العزيز عنبري لعب لك اياها كعب وانت كملت عليها، يعني من اجمل اهداف. هذا اللي قال متفاهمين عليها بالبيت، قال حرفان ابو يوسف الله يعني. بس الحلو فيها ان كعب عبد العزيز العنبري شلون شاف مسعود بدر وراه، بس ترجمها على طول، بس ما ركض، خاف يركض لان عبد العزيز راح يخانق بالبيت يسوي كل شيء. حبيبي يا ابو هلا الجاملي، شلونك؟ حبيبي الله يسلمك. شنو يبا قاعد نشوف كأس جمال للأكاديميات وما إلى ذلك؟ شوف احنا مرتبط كأس جمال يعني، وحاطين صورتك. لو مو حاطين صورتك أقول بس باسمك، صورتك يعني دافع الجوائز أنت، يعني قراشات فيها ها أبو نواف ولا؟ ولا أنا فاهم غلط؟ وهو عاد ترى خير وما يقصر يعني، يعني أبو شاهد شوف ناخذ تفاصيل. لا هذول شوف الإخوان ما قصر، الله الله يحفظهم. طبعا هم شركة المؤسس اللي هو عبد الله خالد الصالح، يعني هو مؤسس دوري للهواة للأكاديميات، ومن مؤسسين هذه الشركة، وشركة يعني هيدو أيضا. حبوا هيدو لي هو أكاونت هيدو ولا لا؟ مو الأكاونت، الشركة. زين، فهم حبوا يسوون دوري هواة حق الأكاديميات، حق أعمار الصغيرة، الناشئين والأشبال والشباب. فقالوا عندهم فكرة حلوة، قالوا احنا الفكرة مسوينها ان كل بطولة نسميها باسم لاعب دولي. إيه؟ يعني ممكن اليوم جمال مبارك، باكر محمد ابراهيم، يوسف سويد، بدر العنبري. هو دعم للاعبين الصغار الصراحة، ومقدرين اللاعبين الكبار اللي مثلوا الكويت، اللي لهم تمثيل، وفكرة طيبة مميزة صراحة. فهم اول ما قالوا لي يعني انا حسيت الصراحة بالتقدير، يعني تشوف ناس يقدرونك وانت معتزل بعد فترة طويلة، للان ذاكرينك، يعني يعطيهم العافية صراحة. هذا يعني يشكرون عليه، والشكر مني قليل الصراحة لهم. تستاهل، انت تستاهل. وانا اتمنى ممتازة. وانا اتمنى يعني من جميع اللاعبين القدامى والحاليين مني ادعونك على طول تروح، لان هذا اول شيء هذا تكريم لك قبل يصير لهم. هذا تقدير، مقدرين ناس يعني كافي قدروا تاريخك اللي انت مثل فيه دولة الكويت. وانت تستاهل، وفكرة حلوة، فكرة يعني مبادرة طيبة، انه يستفيد منها النشء والاكاديميات وتكتشف مواهب، ومنها تقدير
للاعبين القدامى او اللاعبين اللي خدموا الكره الكويتيه. مشاهد كلمه خير بس، هذه فرصه لجميع الانديه لما يصير دور الاكاديميات نفس كذي يشوفون لاعبين كشافين يعني. مرات الانديه يروحون صح. يطلعون اللاعبين اختيار حق الانديه، هذه فرصه يعني وايد حلوه حق الانديه. ممتاز وشكرا انك اعطيت الموضوع حقه. بس الاهم ان الاشاعه اللي سمعتها ان يعني هذا عقد نادي القادسيه القديم اليوم قاعد تستفيد من يعني هذا الفلوس قاعد تطلع، هذه كلها اشاعات والحمد لله ان يعني نفينا هذه الاشاعه. انا الحمد لله مع اغنى لاعبين بتاريخ الكويت بدر عمر، ما احسبه الملك اللي عنده هليكوبتر بفطانه من ولايه لولايه زين يتلاقى ويا سويد وهو طالع من لندن مانشستر هليكوبتر يسموه يسمع ليفربول طوط هليكوبتر طوط الله يزيدهم الله يزيدهم. عموما يعني بادره طيبه للامانه وحبينا نشد عليها ونشد على كل ما يخدم الكره الكويتيه. والنقطه اللي قالها جمال وختم فيها الموضوع مهمه، الان يعني الكشافين قبل يتعبون يروحون يدورون، الحين دوري الاكاديميات والنشئ اللي موجودين يعني بيئه حاضنه وخصبه للمواهب، فبالتالي يعني اللي عليكم ان تروحون وتشوفون الموضوع تعطونه اهميه، وقد يكون ان شاء الله هذه مؤشرات طيبه وبادر طيبه للقادم. طيب سالني اكثر من واحد ومنهم اذكر الاخ عبد الله الصفار تواصل معي بالتويتر، واكثر من شخص مهتم سالني عن طريقه حصول الجماهير على التذاكر في مباراة الكويت وشقيقة عمان. فاللي عرفناه أن في 2000 تذكرة، وكان هناك حديث أن راح توزع عن طريق الرابطة، رابطة الجماهير، هذا مو صحيح. تواصلنا مع الأخوان في الاتحاد اللي موجودين الآن في الاتحاد، والأخ صالح المجروب الأمين العام بالتكليف مشكوراً بناصر، وضح لنا أن في 2000 تذكرة لكن الآلية إلى الآن مو واضحة، لكن إلى الآن الفكرة أنها توزع على القادمين اللي يكونوا هناك في السلطنة الشقيقة، اللي يكون موجود راح يحصل على تذكرة. إحنا نتمنى على الأخوان في الاتحاد، نتمنى على الأخ بناصر صالح المجروب أن تسهل أكثر، يعني ما أدري والله الآلية أكيد عندهم أهم خبرة، فبحيث أنه ما يتعنى الواحد يروح هناك ما يقدر تذكرة، يعني حالاته يروح وهو ضامن تذكرة، فان شاء الله الامور اسهل. لكن فكره انها توزع عن طريق الرابطه هذا مو صحيح، لا يعني تاكدنا ان لا مو صحيح، الموضوع راح يوزع او التذاكر راح توزع عن طريق هم عاده ظهر الوفد الكويتي، يعني من يكون هناك مسؤول من يكون رئيس الوفد الكويتي تكون عنده التذاكر وبعدين بالتالي يعني نبيها تنظم بحيث ان الجماهير ما يروحون هناك ما يحصلون على التذاكر. زين ابو شاهد 2000 تذكره مع الرابطه يعني ولا هذا الغير رابطه غير عن يعني ما ادري ما عندي تفاصيل، بس اعتقد ويا الرابطه يعني الرابطه ترى عددهم اعتقد 50 رقم زين ترى 2000 شيء زين طيب يعني الرابطه عددهم مو في 200 300 لا ما اتوقع لا وزين الحمد لله ان المباراه في عمان، يعني اخواننا في عمان ما يقصرون يعني حتى لو الحضور ممكن يتساهلون يعني حتى لو الحضور لا ما يقصرون حتى لو الحضور مع المنتخب الكويتي 2000 ترى المنتخب العماني ممكن يفتحوا لك صح يفتحوا لك حتى لو تقعد زياده ما عندهم صح لا يعني هذه نقطه مهمه، لا مو مقصرين الاخوان الاشقاء مو مقصرين، بس احنا نتكلم عن امور تنظيميه، لكن اللي يروح هناك اكيد يعني انت رايح سلطنه الشهامه والرجوله والاشقاء ما راح يحتضنون لك ويعطونك تذكره ويمكن تقعد بينهم اكيد معزز مكرم، لكن احنا نتكلم عن امور تنظيميه متعلقه بترتيب للسفر للمشجعين. فان شاء الله الايام القادمه عندنا وقت، ان شاء الله الايام القادمه تبين الاوضاع والترتيب بشكل نهائي للحصول على التذاكر لمباراه الكويت والشقيقه عمان. خلونا نروح مباشره الى الهيدلاينز ومن ثم عوده.
طيب عدة مواضيع بنتكلم عنها وعندنا تقارير أيضا مرصودة للأمور اللي بنتكلم عنها وهي مشاركة نادي الكويت في أبطال آسيا في مباراته الثانية وفي الجولة الثانية مع النادي الحسين إربد بنتكلم عنها بعد التقرير. لكن عندنا أيضا موضوع منتخبنا حاضر معنا في أكثر من حلقة، تحضيرات الأزرق لمباراتين المهمتين مباراة عمان وفلسطين بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي ومرشحي جوائز الاتحاد الآسيوي. لكن موضوع أنيستا، أنيستا واعتزال أنيستا، يعني كتب في أكاونته أن انتظروا المفاجأة أو شغلة يعني على يوم 8، أعتقد اعتزاله راح يكون يوم 8 على رقم فنيسة. أبي أنا صرحت بنظرتك، ليش هالحب حيل يعني شل العشق هذا برشلوني؟ يعني عارف بس ليش يعني هذا همت يعني من الموضوع. أفضل يعني من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الألفية. يا شوف كان همت بهيام وصلت مرحلة يعني هيام. هذا الصراحة سوى شغلات جديدة في كرة القدم، يعني أنيستا متعنا يعني سواء في برشلونة وحتى يوم راح الإمارات حتى يوم راح اليابان قمنا نتداول بالواتساب ايش قاعد يسوي أنيستا. أنيستا لاعب ممتع يعني ما غلط اللي سماه الرسام، فعلا تحفة داخل الملعب، سوى شغلات في كرة القدم غريبة وعجيبة. يعني في وقت كان في ميسي موجود مسوي كل شيء في كرة القدم، فلا بد اذا ميسي موجود أنيستا كان يعمل شغلات مو اقل صراحة. في تغريدة اذكرها من كان ايام عز أنيستا، تغريدة كتبها بالشرع عبد الله، تخيل بالشرع الحين ما عنده تويتر، فترة من فترات كتب تغريدة لليوم ذاكرها، قال يا جماعة لا يوهمكم أنيستا أن كرة القدم سهلة بهالطريقة، كرة القدم صعبة، بس أنيستا قاعد يوهمكم أنها سهلة، يسهل الأمور وكأنه يعني الباص سهل. وبعذبي يعني ترى صدق كرة القدم فيها صعوبة، لكن هو يسهل الأمور ويوهم الجمهور. شوف بشاهد أنيستا يلعب بعقله قبل ريلة، وهذا شيء مهم في اللاعب خاصة لما يكون لاعب خط وسط، هذه شغلة. الشغلة الثانية ما عنده شيء مستحيل أو ما عنده شيء ما يصير في كرة القدم داخل الملعب، واحد ضد واحد ممكن يطوف بكل سهولة، حتى لو اثنين حتى لو عليه ضغط يقدر يتصرف، عنده أريحية في التصرف أثناء الضغط عليه. فمن اللاعبين من الخط الوسط اللي ما يتعوضون، وثاني شيء يشوف الملعب قبل لا تيل الكرة، وهذه نقطة مهمة بشاهد حق لاعب النص، وهو بالملعب يشوف الملعب أول ما تيجي الكرة عارف وين يوديها. شوف أغلب أهداف ميسي من أنيستا من الكرات اللي لعبها البينية. جيل الذهبي مع برشلونة شلون؟ تحقيق البطولات. إيه الجيل يعني هو يعني ما عليه غبار. أيك إحنا يمكن هذا اللاعب شفناه خلال الألفية، لا تكلم على 2015 شفناه وجيل الذهبي لبرشلونة، بس ترى احنا شايفينك انت نفس الحاله يا سويد للامانه يوم كنت تلعب تمتع العالم. الله يسلمك. اي والله يعني حتى الكره الفكر اللي موجود عندك فكر عالي. تكلم عن جيل ذهبي وكان مدربهم غوارديولا تحقيق الانجازات هالبطولات اللي خذوها كلها مع لاعب يعني يستحق ان يكون اسطوره حق برشلونه. والمجموعه اللي معاه ترى يعني مكمله جيل ذهبي سهلت امره سهلت امره، لكن هو بدر يعني يلعب تحت الضغط وترى مو صاحب المجهود اللي شايل عمره، لا يعني يلعب سهل سهل ما اعرف. هو واحد منهم في لاعبين ما يعتبر لاعب طبيعي، هذه يعني في يعني هذول سبحان الله يجون لك بالعشرين سنه واحد بالخطا عرفت، مو لاعبين طبيعيين. اللي قاعد يسوونه هو على طريقه لعب مقارب لزيدان بالنص، مو طبيعيين شلون يمسك الكرة وشلون مثل ما قالوا الكوابت شلون يلف ويدور بهدوء ويقول لك الكرة يقول لك بس روح قوم. وانظلم أنا أشوف في ظلم ليل فترة يعني كان المفروض يأخذ كأس أفضل لاعب كرة ذهبية اللي خذ فيها كأس العالم وخذ فيها أوروبا وخذ فيها واللي خذها من ميسي فخذوا كل شيء، بس هذا بهالبطولة هذه انظلم لأنه كان مرشح وكان الحق فيها. فهذول يعني وشافي اليمة هذول ما كان ذيك الفترة يعني يسمونهم مثل ما يقولون
مثل ما قال محمد مو الجيل الذهبي بالنسبه لهم، لا الامريكا اللي مالت السله شو اسمه؟ هارلم الاحلام فريق الاحلام دريم تيم هذول فعلا دريم تيم في ذاك الزمان، فعلا غيروا الكره في اسبانيا بشكل عام مو بس بالبرشلونه بدر منتخبهم اي بالمنتخب غيروا الكره. انت ودك الكره كلها عنده بالضبط. شوف في ميزه بدر مشاهد، هو اللاعب الوحيد في تاريخ الفريقين ديربي بين برشلونه واسبانيول قلنا كنا نعرف الوحيد اللي صفق له جمهور اسبانيول حق انستا، الوحيد سوى حركه في كاس اوروبا او كاس العالم، الهدف اللي سجله لاعب اسبانيول كان متوفي كان يطلع الاسم يرفع فانيلته اسم اللاعب متعاطف وياه وفوق كل هذا هو اخلاقيا يعني داخل الملعب وبرا الملعب جمهور مدريد واسبانيول يقدرونه. هم شوف ترى ايضا صفقوا حق رونالدينو، لكن رونالدينو صفق لمدريد لا الاسبانيول، لكن مهم لما فريق ان المنافس وجمهور المنافس بالديربي يصفق لك ترى مو سهل هذه، يعني يدل على احترام للاعب وناله حتى لا مو سهل شوي لا يعني مو بس على اتكلم على المستوى الاسباني، حتى بالكويت يعني اللاعب اللي يعني الكل يتفقوا عليه يعني احنا دائما يعني جاسم يعقوب يعني حتى العربي هو غريمه كل يتفق عليه ان الكل لا محبينه، وكثير من اللاعبين النجوم الكويتيين ايضا الكل يتفق عليهم ان كل 14 نادي او 15 نادي محب عندهم بجماهيرهم والانديتهم. احنا يعني بالرد على موضوع اللي قاله جمال ان المنافسين او جمهور المنافسين واللي انت دللت حتى بالكويت هذه كره القدم، يعني صح في بعض اللاعبين متفق عليهم، لكن انيستا مو لاعب اصلا مشكلتي، يعني حتى ما تشوف انه مشاكسات او تهاوش يا اللاعب الفلاني او تحرش باللاعب الفلاني، يعني حتى زيدان لا انطرد كم مره، لكن لا انيستا هذا ترى نجوم هذا تلقى عقليته نفسيته تختلف مو نفس اللاعبين الطبيعيين اللي يبي يثبت لك ان انا لاعب، هو موهبه من الله فيعني في ناس بس مشكلتي يعني فينيسيوس الحين الارض مشاهدته يتهاوش مع الكل لا ما تقارنه مع لا انا قصدي في لاعبين مهما كانوا نجوم لكن اطباع الشخصيه سلوك الشخصي يعني ياثر صح فيعني يستعتقد انه يعني لاعب متكامل احد لاعب متكامل يذكرها محبي كره القدم لاعب متكامل برا الملعب وداخل الملعب. محمد قال كلمه ترى في نجوم عندنا بالعصر الذهبي مثل سويد وفي نجوم فعلا ترى احنا ترى مو يعني الجيل هذا ما لحق وشاف عزيز حسن ترى لا يقل عنهم، ناصر الغانم لا يقل عنهم، ترى مو طبيعيين ربعنا لا بدر مو طبيعيين بدر مو كذي اقول لك نتفق عليه يعني الجمهور ال 14 نادي الانديه كلهم يتفقون عليهم صحيح. يعني لما تتكلم فتح الكمين ماكو نادي وماكو جمهور ما يحبه صحيح يعني ذيل نجوم حتى شوف احنا جمهور الكويت نروح له لذلك اقول لك يعني شوف يعني سويد يذكر يعني فتحي كمير كان يلعب الساعة 3 الظهر نعم يعني مدرج الدرجة الثانية ولا مدرج هذا مفول اي نعم يلحقون فتحي يعني في لاعبين للأمانة يعني ما يعني وايدين نعم بس نعم قاعد أقول لك أنا مو قصدي أنه لاعب نجم بس نعم بداخل الملعب لا نجم حتى برا الملعب نعم أنه لا محبينه من حتى فرق أخرى. شوف بدام الكلام عن نستا ترى راوو الكرات اللي لعبها عزيز حسن راو نيسا ورا لا اضغط شافي شافي ولا مغاربين شنو شنو هذا يقول لي ان راون الكرات بالدوره تمريرات راون الكرات يلعبها عجي شوف هذا وايد استغرب منها هذا يعني هذا البرنامج هذا دوره الرضان صح شوف هذا برنامج دوره الرضان اللي مسوي الاعداد كله كان قاضي الشريف اخوي معد قاضي الشريف صديقنا العزيز قال له قاضي الشريف سال شافي سأله قال له جمال مبارك يقول انت من افضل اللاعبين بالوسط قال حق شافي قال له بس في تمريره ما اعتقد تلعبها مثل لاعب الكويت روع عبد العزيز حسن كان يرد عليه شافي قال خلينا نشوف التمريره عندي على تليفوني ترى اوكي شاف التمريره كان انبهر الصراحه اي تمريره تذكرها؟ لا القادسيه والكويت باص عزيز حسن حق احمد صالح طقت ضرب هذه لا طاير انتهت 1-1 هذه صحيح كان يطالع التمريره مبهر شافي كان يقول حق قاضي شريف
قالها بالاسباني جمال مبارك. اي والله موجوده عندي بالتليفون يعني تكلمني يعني مثل هذا المفروض صوت كافي هذا كذي جمال مبارك زين فرد علي انه صح كلامك التمريره كانت وايد حلوه. انا اول ما تكلمت على حسبالي كزافي قاعد ويانا يعني نفس الصوت بالضبط بس يبتهب يعني بس بدون فلتر. زين عشان اخدم الموضوع بالشكل الصحيح يا جماعه بما ان تكلمنا يعني شيء يسحب شيء ناصر الغانم امس شفت المباراه كذي باليوتيوب اليوتيوب بطل ناصر الغانم مباراه بال 88 88 ها 88 تصفيات سيول ما كنت موجود انت ضد السعوديه 88 وين في؟ هني اللي كان ذهاب وياب اللي كان معانا قطر و مع السعوديه؟ لا مع العراق العراق اي انت كان كنت مصاب اللي هي صارت بعد بعد اسياد سيول بعد انا كنت مصاب اي كنت مصاب اذكرها عدل امس شفته يا جماعه ناصر الغانم يمكن هالاسماء الكبيره سويد والدخيل وفتحي الجيل الذهبي كله عشان ما انسى احد وجاسم يعقوب خذوا حقهم العنبري خذوا حقهم بس ناصر الغانم المفروض ياخذ اكثر مو اكثر منهم اكثر من اللي خذاه ليش؟ لان صراحه بالخليج هني في لاعبين بدون ذكر اسماء في لاعبين خذوا صيت عالي وهو ترى يفوقهم ناصر الغانم. وش شنو شفته شنو شفته انت بالمباراه؟ يا اخي الباص السهل طريقه الخروج من الضغط الناس خبصه عفسه تقول حادث وصلت عشان كذي قاعد اقول لك عندنا مواهب جيل ذهبي سابق يعني واحد يحلله المفروض يحلله كل زمن اساس يعطيه حق الاجيال اللي وراه فعلا مو طبيعيين والله مو طبيعيين لو على الاحتراف اي صح شايف ترى هم يعني احنا نتكلم عن جديد عندك عبد الله وبران عبد الله وبران بالنص خارق خارق عبد الله وبران يسوي سحر صحيح الفرق اللي مباري ما كنا نلعب ضد منتخب السعوديه ضد منتخبات هذول خاص هيك يقول انا اول مره اشوف لاعب وسط يركض ومهاري يعني ما مرت ترى في كره قدم لاعب يركض يدور الملعب كله ومهاري عندنا لاعبين يعني ناصر السوحي ناصر السوحي الله يرحمه لعبنا مع منتخب الامارات في هيروشيما 94 سوى حركه ضد فريق الخصم ضد منتخب الامارات ناصر خميس قام يصفق له ضده قاعد يصفق يا سلام قاعد يصفق له يا سلام ناصر خميس منه من افضل لاعبين وسط طلعوا في تاريخ الكره الخليجيه هو اخو قاعد يصفق هو يا اخو فهد خميس قاعد يصفق حق ناصر السوحي يا سلام يعني هذه ما تصير ترى اي والله يعني لو تذكر كره ناصر حق جاسم ضد ايران اي 1-0 اثنين كاس آسيا ابو شهد انا سالت ناصر قلت له شلون لعبت للكره؟ لو انا مكانك اوقفها وامشي فيها الله اي والله ابو شهد وقفها يروح اوفسايد كان يقول لي قبل لا تجيني الكره انا قاعد اطالع جاسم سلام شفته فاضي ما سكنتها على طول لعبتها له مو فاضي اكو لاعب واكو لاعب ساسي بس شلون قط الكره وين؟ شنو البينيه وشلون راح لها جاسم وسرعه الكره شوف شلون تلعب مع هذول ما تصير الفنان في لاعبين اعتقد خذينا حديث الذكريات تحبون حديث الذكريات والله كلنا نحب حديث الذكريات عاد الحين تعالوا خلينا نعيش الواقع تعالوا شباب معاي خلينا نعيش الواقع وان شاء الله الواقع طيب ان شاء الله الواقع طيب والله متفائلين لا متفائلين ان شاء الله الامور طيبه يعني عندنا ان شاء الله هذا التقرير القادم عن ممثل الوطن العميد طبعا منتخب او نادي الكويت ضد المنتخب يبقى والله مسيطر يبقى مسيطر علينا المنتخبات الحين خلاص حالة دخول في موضوع الانتخابات صدق والله لان صار لنا فتره طويله ما لعبنا نهائيات كاس هذا نهائيات الكاس العالم فما اللام اذا تقول منتخب متى ما لعبنا المباريات القويه هذه المباراه اي والله صدق ما اللام تقول منتخب زين نرجع الى هذا التقرير ياخذنا الى ممثل الوطن نادي الكويت في رحلته في الجوله الثانيه في ابطال اسيا 2 هذا مسمى ابطال اسيا 2 نشوف التقرير من ثم عوده اختتم فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته في العاصمة الأردنية عمان قبل مواجهته المرتقبة أمام مستضيفه الحسين أربد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2
ووضع المونتينيغري نيبوشا مدرب نادي الكويت الخطوط الرئيسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة الفريق الأردني، لا سيما في ظل ما يمتلكه من معلومات كافية عن الكرة الأردنية، حيث سبق له تدريب الفيصلي عام 2017 بالإضافة إلى دراسته للحسين إربد بشكل موسع خلال الفترة الماضية. العميد الذي يملك نقطة وحيدة في رصيده بعد تعادله السلبي مع ناساف الأوزبكية في الجولة الأولى يمني النفس في استغلال تفوقه محليا بعد ظفره بصدارة مطلقة لجدول الدوري الممتاز إثر فوزه بثنائية على منافسه المباشر العربي، مما رفع معنويات الفريق بشكل مثالي قبل تحول الأنظار إلى المهمة الآسيوية. وضع المجموعة إلى الآن، شباب الأهلي، أهلي دبي 3 نقاط، طبعا جولة واحدة اللي لعبت مباراة، نادي الكويت نقطة، نساف الأوزبكي نقطة، الحسين إربد لا شيء من النقاط. نتيجة المباراة الأولى الكويت ونساف الأوزبكي تعادل 0-0، شباب الأهلي فاز على الحسين إربد 3-1. يوسف سويد، تشوف المجموعة إلى أين تشوف؟ يعني هي بدري أن نحكم عليها، أي صحيح، جولة واحدة، ولكن يعني في مؤشرات. أي شوف، مباراة الكويت باكر لازم يفوز عشان يحسن موقعه في المجموعة. الأداء اللي سواه في الكويت كان ينقصه بس يسجلون هدف، كانوا مسيطرين، لعبوا أحسن، بس نهاية الهجم هذه كانت نقطة الضعف في نادي الكويت. المباراة باكر ما هي سهلة، وشاهد الفريق الأردني يلعب على ملعبه، وإحنا عارفين الفرق الأردنية عنيد، أنه عنيد، وثاني شيء قوة جسمانية ولياقة. فأتمنى أن الفريق الكويت يكون عنده فكرة عن هذا الفريق، خاصة المدرب الكويت لازم يكون عنده فكرة. مدرب جمال، مدرب منتخب نادي التضامن صح؟ أي نعم، هو كان يدرب الفريق الأردني نفسه، بعدين هدف الفريق الأردني حيرجع حق الفريق الأردني نفس الفريق. فعارف الأردني عادل، ويا الدوري الكويتي عارف نادي الكويت عادل، يعني شاف المباريات أكيد. وانت بعد ادرى مني ابو عذبي، الفرق هذه ردت فعلها اذا كانوا يحبون مدربهم ردت فعل مباشره تكون ايجابيه. صحيح، ممكن حتى فريق نادي الكويت لازم يكون حتى ردت فعله قويه، ان تعادل في المباراه الاولى لازم، يعني لازم ننوه ان ترى عدم وجود الفار ظلم نادي الكويت أكيد. في ضربتي جزاء يعني تكلمنا عنه. صحيح صحيح، انزين انت رافض تحط الفار، ليش انا اتوهق او ليش انا انظلم وليش انا انظلم في مباريات مثل هذه يعني. فاتمنى ان شاء الله فريق الكويت انه يفوز في مباراه باكر ويحسن موقعه في الجدول ان شاء الله. وعنده الامكانيه ابو شاهد، فريق الكويت عنده الامكانيه انه يفوز، عنده فريق اساسي وعنده حتى بالدكه، فما عنده مشكله. ابو نواف، اذا مو المستويات متقاربه نادي الكويت يفوقهم، اذا يعني مو مقارب لهم يفوقهم، يتاهل الاول والثاني من كل مجموعه. الموضوع بالنسبة للفار قد يكون يعني فيه مشكلة، لكن لازم نتعامل مع الظروف. مفروض التعامل مع الظروف، وترى الفرق والإداريين والموجودين يعرفون أن البطولة هذه ما فيها فار إلا يمكن المراحل النهائية. شوف نادي الكويت، أنا في تصوري صار له سنين كعب عالي في كرتنا المحلية للأمانة، يعني يمكن بس 50-50 أنا أعطيه ويا العربي، ولكن هو متفوق على البقية يعني بشكل ما تتصور، مع احترامي للجميع، إنما هو كعب عالي في الدوري الكويتي. أيضا يفترض أن يكون كعب عالي خاصة في البطولة هذه والأدوار الأولى. شوف إحنا قلنا ما في فار، يمكن لا ضربة جزاء يمكن، ولكن خسر نقطتين في ملعبه أمام فريق ترى همه سهل راح تروح لهناك الأوزبكي. الدوري الكويتي يختلف عن منافسات البطولات الخارجية، خاصة تكلم حين سويد قال لك الفريق الأردني، دائما الأردنيين بالقوة واللياقة البدنية نمبر 1 ونمبر 2، بعدين تجي أسلوب المهارة، بالتالي أكو هناك نشاط أقوى، يمكن يكون اللعب الفعلي عندهم في دوريهم ما أعلم، ولكن يكون في اللعب أكثر منه، يعني يكون شنو الاحتكاك قوي، النفس ماله قوي، وهذا لازم نحسب حسابه، لأن فريق الكويت متمكن. أنا بالنسبة لي يعني إن كان فريق ألف ولا إن كان فريق باء، يعني أنا ذاك اليوم قاعد يشكل وينزل
حتى مع الفريق العربي في اخر مباراه له، الخمسه اللي نزلوا هم بعد لاعبين منتخب. لذلك اعتقد الكويت اداريا وفنيا ولاعبين باستطاعتهم ان يتفوقون في هذه المباراه حتى لو كانت خارج ملعبه. يعرف يتصرف في كل دقيقه، في كل شوط، لنهايه الشوط الاول، يعني يعرف يتصرف ما من بدايه المباراه لنهايه المباراه. وانا ادري ان ايضا نادي الكويت متفوق بدنيا بالقوه، بالتحمل، بالسرعه، والامور هذه يحتاج الى الفوز، والفوز ضروري مع ان في فريق خصم وخسر 3 نقاط في المباراه الاولى ويلعب في ملعبه. ولكن انا اقول لك يعني مثل ما قلت في البدايه، الكويت متفوق في هذه المجموعه ان شاء الله. بدر انت بعد مقدر ليش احنا ما بدينا بالكويتاوي؟ لان الكويت ممثل الوطن. انت قلت كلمه يعني حلوه، ممثل الوطن، وهذه من المساء قلتها وحلوه، وايد حلوه. هذه طبعا مو ديدنك يعني انك تقول هالكلام، هذا بحكم ان هذا اساسا هو مو ديدن ولا ديدن. اي هذا مو يعني انا المقصد ديدن يعني مو زين. قاعد الحين قاعد تنتقدني. لا 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 تقول هذا بالعكس ديدنك. ان يعني المقصد انك تقول الكلمات الحلوه كل الانديه وكلمه ان ممثل الوطن فعلا احنا الان نشوفه ممثل الوطن. اه مو كلمه مني بدر، لازم اوضح شغله لان يصير جدل الموضوع. يبقى اللي يمثل الكويت صحيح خارجيا هو ممثل الوطن. ممثل الوطن بتقول لي انا مو مجبور اشجع اختيارك. انا قصدي اختيارك للكلمه حلوه. ابي استثمر يعني مقدمتك الجميله عشان نوصل رساله. ما تبي تشجعه شجعه، ما تبي تشجع لا تشجع. كيفك، ما حد راح يجردك من الوطنيه. صح طبعا. ولا حد طبعا راح يلومك طبعا. كيفك طبعا. لكن لا تصادر على هذا النادي. نعم. هذا اللقب. نعم. وهذا المصطلح هو طلع من الكرة الكويتية ليمثل الكويت. وأعطيكم دليل قاطع علمي ها، ويعني بالسند. الاتحاد الآسيوي يأخذ التصنيف مو من أداء المنتخبات، من أداء الأندية في مسابقاته. نعم. يعني شفت مسابقات الاتحاد الآسيوي شنو الأندية تأدي، يعطيك تصنيف. في خطأ أو في معلومة قد تغيب عن البعض إن لا على تصنيف المنتخبات، لا مو على تصنيف المنتخبات، شنو تأدي الأندية في الاتحاد الآسيوي. مسابقات الاتحاد الآسيوي يأتي التصنيف وبالتالي تأتي المقاعد، فبالتالي هو يمثل الوطن كرويا خارجيا. هذا مهم يعني، مو مجبور انت تشجع، لكن احنا نتكلم عن لا ان شاء الله. ولا وان شاء الله جمهورنا واعي وعارف انه شوف انا ما ابدا ما ازايد على الفكره هذه، وادري انا فاهم جمهورنا، مقصد جمهورنا، لكن انا ابي واعي جدا ويحب بشكل يعني عام. ابي اخلص من فكره انه يعني بتجبرني. لا ما لا 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 ماكو جبر. مثل بلدنا طبعًا. مثل بلدنا كرويا، لكن الوطنيه شيء اسمى 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 من الرياضه بشكل عام. فيعني خلينا نرجع للرياضه. عموما هو ممثل الكويت الان في مهمه، اعتقد خلال الموسم، من بدايه الموسم جاء النادي الكويت مجهز نفسه لهذه المهمه، مثل ما هو مجهز نفسه للدوري، ولكن الاكثر تجهيزا هو لهذه البطوله، لانه هو صاحب البطوله هذه من سنوات عديده، والان لازم يرجع، لانه صار الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، ان الكويت اللي كانوا فيها 3 أندية أو 4 أندية، خلينا نقول 3 أندية منهم القادسية الثابتين، الكويت والقادسية، اللي قاعد يمثلون أفضل تمثيل بالخارج. الآن خلال السنوات الأخيرة ما قام يمثلون تمثيل جيد بالخارج. الآن الكويت فرصته الآن إنه يرد هذا المسمى، إنه يرجع وحتى إن شاء الله القادسية لهم فرصة قادمة البطولة الخليجية، إنه يمثلون تمثيل حقيقي ويردون الأسماء الكويت بهذه المكانة. ف معسكرات وتجهيز لاعبين وشراء لاعبين جدد ومحليين او دولي او خارجيين لهذه البطوله، اضافه للدوري المحلي. اعتقد الجهوزيه متكامله، خاصه بعد اللعبه الاخيره مع العربي، فراح الفريق الى هناك وهو فائز وهو متصدر البطوله. فاعتقد ومو اول مره ياخذ البطوله من اقوى الانديه اللي هناك كان يلعب معاهم في الاردن، كنا ناخذ منهم الـ3 نقاط. هذا الفريق جيد نسبة ما، ولكن احنا قدها ان شاء الله. احنا الاجهز مثل ما تفضلت، احنا الاقوى ان شاء الله، واحنا اللي ان شاء الله نرجع في الـ3 نقاط. هو قبل ما اروح الجمال في نقطة، يعني احنا نشوف ان ظلم نادي الكويت. نعم. في عدم وجود الفار. ايه عدم وجود الفار. انا استوعب وافهم ان نتعامل مع الظروف يا اخي، بس ما يصير يعني. انت الاتحاد الاسيوي انت متجه الى الاحتراف وما الى ذلك، انت وكانه داون جريد، نزلني خطوه او ترجعني خطوه الى الوراء، انه والله انت تعودني على الفار. صح. والحقيه والعداله نوعا ما، بعدين تقول لي لا والله اخطاء وارده. انت قلتها في كذا حلقه، هذا خطا
آسيوي الاتحاد الآسيوي، لازم تبي مرحلة الاتحاد الآسيوي هذا يصف بالمصاف الكبيرة على مستوى أوروبا وعلى مستوى أفريقيا، الفار لازم يكون موجود طريقة ما، هذا لابد انه يرجع وماكو الاعذار هذه اللي البلد ما عنده امكانيات توقف البطوله كلها. الاتحاد الاسيوي يعطيهم في حلول كثيره، انت ذاك المره تطرقت لها انك يا تدفع يا توديها بلدان فيها، ففي حلول كثيره. يعني مساله انك ترجع للخلف هذه غلط، وبنفس الوقت تبي البطوله تنجح لازم تكملها في جميع نواحيها، مثل ما الان ان شاء الله البطوله الخليجيه اللي بتصير حق القادسيه، انا اتوقع ان اقوى ناحيه ماديه، اقوى ناحيه اعلاميه، وكل الامكانيات راح تتوفر في هذه البطوله. الهدف انك تنجحها، مو الهدف ان بطوله وتاخذها وانتهى، لا. الان هذا التخلف القديم اللي ما عندي اجهزه ولا ما عندي، هذا ترى انتهى عصره. هذا اللي نقول دائما، انتقل بعد اذنك حق زمان، يعني شيء بشيء يذكر، بنرجع حق محورنا، بس الحديث هذا كله يصب في مصب مباراة نادي الكويت ضد النادي حسين الأربد. هذا اللي يفرق من اتحاد احنا نشوفه ايجابي، نشوفه خطواته متسارعه للنجاح، مثل الاتحاد الخليجي برئاسه الشيخ المعالي الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ال ثاني رئيس الاتحاد الخليجي، ووزير الدوله لشؤون الشباب في دوله قطر الشقيقه. التسارع بالخطوات ها واضح، وعتبنا على الاتحاد الاسيوي اللي الان هو مستقر صار له اكثر من 8 سنوات سنوات لا اتكلم عن ذات المكتب التنفيذي. فيعني الخطوات واضحه. الاتحاد الخليجي حط جوائز 3 مليون دولار للفائز الاول بالبطوله الخليجيه و2 مليون دولار للثاني، وهذه جوائز محفزه جدا وعاليه يعني. فبالتالي احنا نتكلم في هذا المنطق، منطق أنه لازم تحل المشاكل، ما يصير أنت تكيفني وأنا صاحب إمكانيات في دولة الكويت الحمد لله عندنا إمكانية، تكيفني على الفريق الآخر اللي ما عنده إمكانيات. شوف، أول شيء لازم نشكر الشيخ حمد بن خليفة ويا العاملين اللي وياه في الاتحاد الخليجي، سووا صراحة طفرة كبيرة من قبل لا تبدأ البطولة، الكل قاعد يسولف عنها، الكل بده يشارك فيها، الكل ناطرها على نار، بعد عودة طويلة هذه البطولة ردت بقوة، ان شاء الله راح تتم على طول طالما الاخوان موجودين بالاتحاد الخليجي. اما بالاتحاد الاسيوي صراحه يعني انت الاتحاد الاسيوي يعني قاره، اكبر قاره على مستوى العالم، وانت المفروض لما تكون بطوله اسيا بطوله الخليج بالعقل تقول اسيا هي الاعلى، سواء ماديا سواء بالامكانيات اللي عندهم. المفروض ما يصير انا بطوله اسيا الدوريات اسيا كلهم الاغلبيه عندهم الامكانيات الفار والتحكيم وهذا، انت ما عندك امكانيه، هذه مستحيل ما تصير. انت لازم ترفع الليفل فوق، ما تنزل، لازم ما تحط حكام، تحط حكام على مستوى عالي، مو مثل الحكم اللي شفناه مع نساف ويا نادي الكويت، مستوى كان جدا متواضع مع احترامي له. لازم كل ما تكون بطوله قويه تشوف الحكم اللي قدامك، مرات انت تبي تروح اي مكان قبل لا تبدي شيء تشوف من الحكم الموجود، تدري الحكم هذا شنو اسمه، شنو هذا الشخص، شنو امكانياته، تدري المباراه قويه او البطوله قويه. صحيح. بس اما تي احط لي ما في فار اشارك بالمباراه ارجع ورا، اوكي ما تبي تحط فار، حط شيء مساعد قبل الفار، 5 حكام ورا الجول هني ورا الجول هني يساعدونك، جربوها قبل يساعدونك. وفوق كل هذا انت مو مثل قبل والله تروح تسال الحكم لا بالسماعه، اختاروا النخبه قاعد اقول لك بالسماعه، كل شيء بالسماعه تختار شنو تسوي. ترى احنا ما نحط يعني حجه حق نادي الكويت، ممكن نادي الاهلي لا احنا نتكلم عن الفار للجميع دائما ان كل دوريات والبطولات الان مع الفار، لا تردني ورا خلي كل شيء رايح قدام. الحين ننطر، احنا ننطر كل الرياضيين اللي بالعالم ينطرون القانون الجديد مال الحكم اللي تكلم اذا حسب بلنتي يشرح حق الجمهور. صح. الحين كلنا ناطرين هذه الشغله، هم شغله حلوه موجوده، في شغله موجوده لازم نوصل لها. يعني ما وصلت الحين بالبطولات كلها، قاعد يسوون تجارب بس ناطرين متى توصل. انت ما يصير تردني ورا، صح ولا لا؟ ما يصير تردني من نقطه الصفر. يعني احنا اول شيء الفار الناس وايد كانوا معارضين وايد، الان لا والله الكل اقتنع، انصف كره القدم، انصف المظلوم. اقول لك شغله ممكن تفيد يعني فكرتك، ابو نواف قالها كذي على السريع، قال اختار النخبه. المباريات اللي ما فيها فار على الاقل اختار الصفوه، صفوه الصفوه النخبه.
يعني مع كامل احترامنا وتقديرنا لكم الفلبين اعتقد كان المباراة الفلبين اعتقد إيه؟ اعتقد صححوا لي يا شباب صح؟ متاكد الفلبيني بس كان يعني بكل الاحوال يعني الدول الدول التصنيفات اتكلم كرة القدم كرة القدم مباراة مساف مو فلبين ما ادري يمكن لا منتخب الكويت الشباب كان فلبين اوكي اوكي انا خلطت خلط بس انا اتكلم اذا ما في فار اختاروا النخبة صفوة اختار الاسم اللي موجود بارز في الحكام كرة القدم اللي ما عليه خلاف أكيد. فبالتالي انت قد تكون يعني حفظت لي جزء من العدالة ابو شهد وازيدك زيادة بعد بالسابق هذه البطولة مو كل فرق يدشونها الان طال داشينها منهم الفرق الاهلي الاماراتي ما كان يشارك قبل صحيح مستحيل يشارك في هذه البطولة هذه البطولات الجديدة المستحدثة ايه يعني انت الحين شوف الفرق قاعد تشارك في فرق قوية قاعد تشارك نعم نعم. واروح حق نادي الكويت انا اتمنى من نادي الكويت مدرب لا يتاخر بالتبديلات يعني اللعبه الاولى تاخر وايد في احمد الظفيري وايد تاخر كنت اتمنى وجود احمد الظفيري بين الشوطين ينزل على الاقل لان احمد الظفيري احنا عارفين امكانياته احمد الظفيري هو اللي يحكم الملعب داخل الملعب اذا لعب مع اي فريق احمد الظفيري شوف مباريات نادي الكويت الاستحواذ يصير كله حق نادي الكويت ليش بوجود احمد الظفيري ليش ما لعبه من البدايه يعني انت ممكن تلعبه ممكن تحطه بديل بس انا قاعد اقول لا يتاخر بالتبديلات ممكن ينزل بعد لاعبين يعني مميز نادي الكويت في ميزه انا اتكلم الحين الوضع الحالي لنادي الكويت على الوضع اللي نشوفه ما يخاف من الفريق الثاني يخافون من نفسهم اذا هم مو زينين يخسرون اذا هم شدوا حيلهم بيفوزون لان عندهم امكانيات سواء من لاعبين محليين او لاعبين محترفين على مستوى عالي لاعبين محترفين بس نص يعني الملعب نص الملعب عندهم لاعبين مميزين عندهم لاعب منتخب المغرب عندهم احمد الظفيري عندهم فيصل زايد عندهم جمال مدافعين لا عندك انا ليش قلت لك احمد الظفيري لازم يلعب من البدايه اي شو اللي يفرق جمال بعد اذنك يعني نادي الكويت يفرق عن كل الانديه عندهم ظهيرين وهم لاعبين نص وهم مدافعين وهم مهاجمين يعني يدافعون ويساندون بالنص ويساهمون في الهجمه هذيل الاثنين مميزين من أبدا أنا يعني قد يكون ناس تخالفني ولكن أنا رأيي الفني ظهير الأيمن وظهير الأيسر اللي عندهم من أميز وأفضل اللاعبين حاليا بالكويت وهم أيضا أدوات ناجحة لنادي الكويت وهذا الفارق الوحيد يعني شوف صناعة الأهداف من وين تي إذا ما صنعناك على الأقل سوالك كرات خطرة صح على كلام أرضية لا لا شوف على كلام بنوقف عدل صح كلام قبل خطورة نادي الكويت من وين من العمق او من المهاجمين كله الان لا خطوره نادي الكويت من الاطراف من الباكات صح كلام ماهر بعد شاري غنام وسام الصانع ماهر هم بعد ودنا نشكر وزير الداخليه في اتاحه الفرصه لبعض اللاعبين انه يروحون صح بتسالنا عليهم يعني حظر انه يسافرون الله يكثر لاسباب داخليه ولكن جزاه الله خير ان الان اعطاهم المجال انه يروحون حق المباراه هذه الله يكثر خير معالي النائب الاول وزير الدفاع نعم. وزير الداخلية معالي الشيخ فهد اليوسف هذا دليل أن في دعم دائما يا جماعة حكومي نعم. دعم مؤسسات يعني إحنا رياضتنا بخير نعم. بس تحتاج لها بعض التنسيق وبعض الانتباه والحمد لله الحكومة نعم. الآن منتبهة نعم. وقاعد تسهل وتذل العقبات إن شاء الله الباقي والدور على الرياضيين بالضبط الشغل كله عند الرياضيين نعم. أنا وصلتني صورتين لصديقي العزيز محمد إبراهيم والصورتين بقول لك من منه الصورة الأولى شوف نزيع قول لي اذيع شوف وخلنا نلبس نظاره زيع زيع ها شوف حلوه زيع الشنب زيع هذه احلى من الحين بكل حالاتك جميل يا ابو نواف هذه الصوره الاولى هذه فيرس بوليس الايراني كان اي موسم تذكر اي موسم اي موسم هذه تذكر هذه 85 86 هاي بالتجديد وبقول لك الحين من اللي دازم وهذه الصوره الثانيه زين قرب الكاميرا شوي اي هذه الصوره ان شاء الله عادي تبين هذا ما تحط امراه هذه اكيد هذه ناصر بيان وفيصل الشعلان انزين هذه خلينا نعيدهم هذه الاولى اوكي الاولى هذه ناصر بيان ومحمد ابراهيم وفيصل الشعلان اوكي الثانيه احط الثانيه هذه الثانيه هذه الثانية هذه التمرين هذه 85 الصورة الأولى هذه اللي بروحها محمد إبراهيم هذه من أخوك حمزة الشطي يسلم عليك
يقول هذه اهداء للجنرال محمد ابراهيم، نتمنى له مزيد من الصحه والعافيه. وبعادل ترى اي والنعم بعادل، واقول له ترى حتى العربي اذا فاز ثلاث ارباع الكويت هم تفرح، نتمنى التوفيق للعميد وفالهم الفوز. واقول حق جمال مبارك هدفك على احمد جاسم في ملعب تضامن العربي ما زال في الذاكره. وفيصل الشعلان يسلم عليكم جميعا ابو محمد، والامانه دازها لي قبل حلقتين او ثلاثه، قلت له ان شاء الله تبشر راح اوصلها للجنرال. فيصل وناصر بنيان هذيل بالمعسكرات يعني هذيل ملح المعسكر، اثنين اصحاب مغالب. والنعم والله والنعم فيهم، واشكرهم على تواصلهم صراحه، اشكر ابو محمد على تواصل فيصل الشعلان، تواصل معنا دائما. عوده الى نادي الكويت والمجموعه، اذا بقول ان المجموعه بالمتناول مو قاعد اقلل من الفرق المنافسه او الفرق اللي موجوده بالمجموعه، ولكن انا اتكلم عن تقارب مستوى مع الاعتذار لباقي الفرق. انا اشوف او احنا نشوف يعني ثقتنا في نادي الكويت، وقالها محمد ابراهيم انه فارق عندنا بالدوري، فبالتالي ان شاء الله اسهمه عاليه، وان كان نقطتين ثمينتين فقدناها في المباراه الاولى. اكيد شوف ما في فريق ضعيف، متى تقول عنه هذا الفريق ضعيف؟ اذا انت فزت عليه تقدر تقول عنه فريق ضعيف، لكن المجموعه صعبه انا اشوفها. فريق الاهلي والفريق الاردني مو سهلين على ملعبهم ترى، حتى خاصه الفريق الاردني ما هو سهل. لا بشاهد حتى فريق نساف اللي تعادل معنا ضد الكويت، اي منتخب اوزبكستان الان من افضل الفرق في على مستوى اسيا، ومتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم، اغلب لاعبين لاعبين نادي نساف قبل، بس كان نادي بختكور، نعرف نادي عدل بن نواف بس نادي بختكور، نادي بختكور لا الان نادي نساف وماخذ دوري، واغلب اللاعبين لاعبين محترفين لاعبين في المنتخب الاوزبكي، فعندهم خبره، عندهم يعني احتكاك مع اللاعبين، خاصه مع لاعبين الخليج. لو تشوف في كاس اسيا المنتخب اوزبكستان لعب على مستوى عالي، مباريات كبيره امام الفرق الخليجيه والفرق الاسيويه. فالمنتخب لعبته مع الكويت شفت اي قاعد اقول الكره ما ترتفع فوق، مو شايف كلها بالارض يلعبون من الدفاع يوصلنا للهجوم، يبين انك انا فريق منظم. بس حتى وهذا اخطر شيء ان انت تلعب ضد فريق منظم. بس ادبي حتى ماهر قلت كلمه، انت كانك يعني فضلت نادي الكويت بالمجموعه، هذا كلامك منطقي. انت شوفها على الاسماء الموجوده بالملعب، شوفها على ادائك في الدوري كنادي الكويت، شوفها على امكانياتك بالناحيه، احنا نتكلم على الماديه، معسكراتك وشغلك، يعني فريق متكامل. كلمتك صحيحه ترى، المنطق ترشح بالمجموعه بالمنطق نادي الكويت. بدر المنطق ما يفوزني، انا ما اختلف معك، كل هذا الكلام كل هذا الكلام كلامك صحيح برا، بس داخل الملعب صحيح، بس انت لعبت مع الفريق اللي قلت عنه اللي خذ التعادل، هذا انت اساسا كنت على المفروض لك النتيجه، عرفت؟ زائد ان انت ان شاء الله راح تشوف اللعبه القادمه. المنطق انا اتكلم كلامك بمحله، احيانا اذا انت ما مشيت على المنطق كتكتيك مدرب، لكن كاسماء لاعبين وكنجوم موجوده عندك بالملعب ثقلهم اكثر من الموجودين في الانديه الاربعه او البطولات البطوله نفسها. انا اتفق معك، عرفت؟ انا اتكلم كاسماء بدر، كاسماء اتفق معك بالدور الكويتي. اي لا لا أما لا 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 انا لا انا قيسها بدر، بدر انا قيسها على الاربع انديه، الاربع فرق بدر. انت الاهلي الاماراتي، الاهلي الشباب الاماراتي، فريق لاعبين مميزين، حتى انت مميزين وياك بدر، بس ما عرفني اسمائهم. انت قلت لي نجوم دوليين عندك، اذا نجوم محليين عندك، انت تقريبا عندك المحليين ستة لاعبين بالمنتخب بدر، والمحترفين تقريبا انت كلهم عندك بالمنتخبات. انت عندك بدر، اسمح لي انا اقول لك، انت كلامك 100% واقعي على الدوري الكويتي، بس لما تروح الفرق الثانيه هناك هم مستواهم عالي. ما اختلف، اسمعني خليني اقول لك بدر، هم مستواهم عالي، وفوق كل هذا دوريهم يكون اقوى من دوريك. صح زين، صح الامكانيات اللي عندهم اقوى من امكانياتك، صح او نفس امكانياتك، المحترفين اللي عندهم نفس محترفينك ولا افضل. لا انت افضل، لا انت كاسماء، جمال انا اتكلم كاسماء بدر، انا اكلمك اذا عطني اسم مثلا قلب الهجوم مالهم. لا بدر أنا اقدر يعني تاريخ النجوم اللي عندنا افضل، انا ما اقول لك ان انت لازم تنجح وتفوز عليهم، انا اتكلم كاسماء. هني يرجع التوفيق، يرجع التكتيك والتكنيك اللي راح تلعب عليه، هذا هو اخر. بس انا اتكلم اذا انت بتشوف اربع فرق هذول وتشوف الاسماء المطروحه فيهم، ولا نادي الكويت اكثر
انا اشوف بدر اقول شغله، انا اول ما شفت المجموعه انا بيني وبين نفسي اكل اتمنى الكويت الاول. بس اول ما شفت مجموعة رحت راحت عيني على الاهلي الاماراتي، راحت عيني عليهم. ليش؟ مو تغلب نادي الكويت تسمع، لا مو تغلب نادي الكويت. قاعد اطالع الفريق انا يلعب الدوري مرات الاماراتي، مرات يلعب شارك بطوله اسيويه، مرات شارك بطوله عربيه، اشوف منتخبهم لاعبينهم فريق يعني عنده عنده امكانيات. انت ثلاث بطولات، انت ترى تاريخك بالبطوله نفسها بين الموجودين الاربعه انت افضلهم. ما كانوا يشاركون لا الاماراتي ما كان يشارك، فريق نساف ما كان يشارك. اوكي تجربت نساف هذا ايه؟ شفت مستوى انت لعبت منه وياه. انا بس روح لهناك بدر تروح لهناك بدر انا اختلف بدر انت صح كلامك انت تاريخيا الكويت ايه؟ افضل بس هذول ما كانوا يشاركون. زين خلونا نوصل الى يعني نتكلم صيغه توافقيه الان اللي يقوله جمال صح واللي قاعد تقوله صح. جمال يقول اللي يفرق قوة المنافسات المحلية صحيح، هذه تصب مصب الفرق الأخرى صحيح، لكن جودة اللاعبين المحترفين وجودة اللاعبين المحليين والثقة بنادي الكويت ثقة عالية جدا صح. فريق بطل صح. رايح أكيد. ومثل ما أنت يمكن تشوف الأهلي أيضا الأهلي حاسب حساب نادي أكيد. الكويت أكيد شيء طبيعي. بس بدر فكرة أن المنافسات المحلية أقوى يمكن هذه اللي قاله جمال هذه مهمة ما أختلف معاك. بس انا اقول لك هني دورك كنادي، النادي اسس نفسه خلال انا اتكلم ليش قاعد انا ارشح نادي الكويت، لان انت قاعد تروح معسكر رحت افضل معسكر جيت تقريبا اديت افضل اداء. الان انت شنو تبي؟ تبي انك تجهز نفسك للبطوله كاسماء موجوده عندك كتاريخ موجود عندك. الان دورك انك تجهز الفريق، جهزت الفريق الحين يحسب على ايش؟ يحسب على مدرب يفهم الامور هاي. اذا كل الامكانيات متاحه عاد انت هني دورك انك تنجح او تخطف هذا الفوز، لان عندك كل الخطوات. عاد انت تقول دوريك مو نفس الدوري هناك، هذا شوف الكويت بدر الكويت يعني امانه يعني لو انت تتكلم شوي اكثر تفاصيل دقه من خلال الاربع فرق موجودين انا في تصوري الكويت تعطي الاولويه. ليش اعطي الاولويه؟ اجي من نقاط كثيره يعني لو اتيحك كل لاعب بالكويت مو اقل من 50 الى 70 الى 180 مباراه دوليه لاعبها تمام، لعب بالنادي، لعب بالاسيويه، لعب بالعربيه، لعب ايضا بالمنتخب حتى محترفين بما ان محترفين. لذلك اعتقد ليش اعطي التفوق؟ لانه هو عن الانديه متفوق كثير خاصه في عنصر الخبره صحيح، وهو ايضا كثير السفر وكثير المناسبات ومباريات كثيرة يعني هو ممثلنا الكويت يعني السنوات الأخيرة كان هو الممثل. ولكن الحين نتكلم عن هالسنة الكويت أنا أعطيه الأفضلية لأنه فعلا عنده لاعبينه الأفضل أقل لاعب تقريبا لا يقل عن 70 مباراة دولية صحيح. هذا بالمنتخب يعني ما شفت أنا إلا قليل تلقاه 20-30 أيضا عنده عناصر اللي تكسبك. متى تكسبك؟ مثل ما قال جمال انت متى تختار الوقت المناسب لينزل فيه اللاعب. هذه بطوله اسيويه مو شرط ان الحين نفترض ان هذا كسبني هذا لاعب زين احتاجه بعدين الشوط الثاني يمكن اغير طريقتي. هذه الامور التفاصيل البسيطه يملكها الجهاز الفني. الجهاز الفني اي بس مو معناته ان الجهاز الفني ما لازم ينجح، لازم ينجح في كل الادوات الموجوده بالضبط. انا هذا اللي قاعد اقول لك وايضا المحترفين هذا اللي قاعد اقول لك راح تواجه شنو راح الجهاز الفني مسؤول شنو تبي؟ تبي النقاط هذه جاهزه عندك. كلام جمال صحيح. شنو الاختلاف اللي راح يصير؟ اختلاف هويه البلد. انت هني الاداء الفعلي او اللعب الفعلي في الدوري الكويتي ما يقل عن 19 ل 20 دقيقه بالشوط الاول شوط نعم واحد نعم هذا اللي انا اشوفه نعم. مع انه ترى فيه تقريبا 12 دقيقه وقضايا يحطون صحيح يمكن والجيم الاول والجيم الثاني ممكن هناك شوي اللعب الفعلي اكثر منك يعني تتكلم عن الامارات ولا تتكلم عن النصاف ولا تتكلم عن الاردن ما قصها بس ممكن يكون افضل منك. هذا الاختلاف البسيط اللي انت داخل الملعب شكل تعطي طبعا صح. بس لاعبين الكويت بخبرتهم ولياقتهم مستمرين خلال يعني الاونه الاخيره فاعتقد انا اعطي الافضليه حق نادي الكويت. بنواب ترى هم في شغله من الشغلات هي اللي هي المهمه ترى هم السفر ياثر. اليوم السفر ترى كل الساعه بس هي ياثر
انت لما تسافر وتيني غير لما انا اكون في بلدي قاعد. طبيعي فهذا راح هذا حتى راح تاثر. بس هذه ما فيها ساعه يعني يختلف الوقت يا سويد. يعني انت ترى اقرب واللعبه ذهب وياب يعني قاعدين. ثاني شيء اذا 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 عندي هذه الخبره وما استفيد منها او هذه الخبره ما قاعد تفيد الفريق، شو في فايده من الخبره؟ انا خلنا نكون واقعي، انا اكون واقعي، اذا انا عندي الخبره اذا ما استفيد منها شنو الفايده؟ فلازم المدرب نادي الكويت يكون عنده فكره على الفريق اللي يلعب اللي يلعب ضده. لازم على اساس احط تشكيلتي واحط الخطه اللي بلعب فيها سواء في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني. فهذا جدا الشغلات هذه مهمه لازم يحطونها. جمال يعني شوف اتمنى مثل ما قلت ان احمد ظفيري هم اتكلم عن علي حسين الصراحه. يعني من اللاعبين المهمين ما شاء الله اي والله من الركائز المهمه في كره القدم الكويتي. اتكلم انا مو بس بنادي الكويت، لاعب يلعب في كذا مركز، لاعب وجوده في نادي الكويت او في الملعب ضروري. يعني احنا نتكلم الحين ما نتكلم ان جمهور نادي الكويت، لا نتكلم كجمهور محبين لاي فريق يمثلنا برا. فلازم نشوف ان شاء الله علي حسين، لان شفت المباراه اللي طافت نزل بديل امام نادي العربي وسجل. هذا اللاعب ما شاء الله عليه يلعب كذا مركز، يلعب وسط متاخر، يلعب وسط متقدم، يلعب وسط شمال، يلعب باك شمال، وكل مركز فيه قاعد يلعب قاعد يقدم مستوى رائع ومستوى مميز. فان شاء الله توفيق حق نادي الكويت. احنا طبعا لما نتكلم عن النادي الاهلي او نادي النساف هذا انا اتكلم عن نفسي، فرق شايفهم وعارفهم عدل، عارف شنو شو يلعبون. فاتمنى نادي الكويت، يعني نادي الكويت عندهم لاعبين مثل ما ذكرته، وعندهم عندنا مهاجم هذا يعني قيمه كبيره على يعني صراحه بالسوق على مستوى الخليج اللي هو المهاجم التونسي. تونسي نعم. نسيت اسمه، الخنيسي. خنيسي لاعب طاه الخنيسي مميز نعم. جدا يعني لاعب مميز سواء داخل الملعب برا الملعب. صح. اخلاقيا انا من اللاعبين او من اللاعبين استانس عليهم يكون داخل الملعب. يعني في عندهم نادي الكويت انزين عمود فريق في كل مركز. صحيح. عمود فريق صراحه. زولا ايضا تتوقع يلعب مهاجمين في مباراه مثل هذه وبرا؟ لا انا اتوقع برا ارضه ما يلعب، ما يغامر. يعني هو المفروض يلعب يعني مهاجمين. هو كان يقدر يسويها ويلعب مهاجمين امام نساف. يوسف ناصر احتياط؟ لا يوسف ناصر قاعد يقدم مستوى مميز. زين الخنيسي اذا بلعب؟ اذا شوف هذا اللي اقول لك انا اقول شغله، انا كمدرب تسالني خنيسي على مستوى عالي اوكي، اذا بلعب مهاجم واحد العب يوسف ناصر. راح تسالني ليش؟ مو هذه الشغله، لانه يوسف ناصر قاعد يلعب يحرجني، قاعد يقدم مستوى كبير. مدرب الكويت المفروض هني مع فريق نساف الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني يلعب اثنين مهاجمين، يوسف ناصر وخنيسي. لان انت ليش فريق نساف كان ماسك كره باستحياء قاعد يلعب استحواذ خفيف على كيفه. صح. نادي الكويت لو نازل خنيسي مع يوسف ناصر بالبدايه الظفيري نازل بين الشوطين، صدقني كانت راح تنتهي حق نادي الكويت 2-0 3-0. جمال لا تنسى لما انت تلعب اثنين لازم تضحي في واحد. اضحي بواحد ماكو مشكله. اللي بتشيله قال ابدا بيوسف ناصر وبعدين العب اوكي لما تلعب اثنين من تشيل عاد بالنص من هي هذه عاديه. بس ما فهمت شلون. انا اقول لك بس لا ما فهمت السؤال. يعني انا فاهم الاثنين شلون تشيل لما تلعب اثنين. كمل يقول لي يعني هو شنو قصده سويد؟ يقول بتدخل يوسف ناصر زين خنيسي بتشيل منه من المستوى متواضع من اللاعبين الوسط كله اشيله اغير الخطه بدل لا تقول بدل لا تقول خطه 4-3-3 تسوي 4-4-2. اذا كان نفس الاسلوب بس لا تشيل من الاطراف. اي من الوسط قاعد اقول لك اشيل من الوسط. اذا كان نفس الاسلوب فاعتقد انه مو بالضروره انك تكون اثنين مهاجمين. يعني اذا صار اثنين مهاجمين تكون انت عين تقول هم ما شاء الله الكويت يعني مرهون يجي من الخلف، احمد ظفيري يجي من الخلف، عمور. يعني دحام عمور يعني بالتالي ذير ايضا لهم ترى هم هم من نوع الكويت. يعني الاشتراك موجود يعني كل تنوع كل في مفاتيح. بس شنو قالك جمال؟ كان يفترض ان بالمباراه مع الاوزبكي يكونوا اثنين بالبوكس لان انت مالي الملعب ماسك النص كله وعندك كرات عرضيه. والكويت الكويت ما يميز الكويت ترى في كل المباريات كرات الثابتة على الكرات العرضية وايد وكرات عرضية مو أي كرات عرضية. صح. يقول لك بس المسها بالقبل بس المكان بس صح ايه ايه بالمكان صح. صح الكرات العرضية تمام. يعني من مشاري غناوي ولا من سامي الصانع. وإذا طافت يوسف ناصر بطف خنيسي، وإن طافت خنيسي بطف يوسف ناصر. إيه لا مرهون يدخل باللعبة. إيه صح أكيد أكيد برو.
نتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الكويت باذن الله في مباراه الغد والبطوله بشكل عام. لكن خلوني اقرا بعض التغريدات. هني يوسف ابراهيم الشاهين يقول وجهه نظري نادي الكويت لعب خارجيا في الاتحاد الاسيوي في السابق مع انديه دورينا احسن منهم، لكن حاليا الوضع غير والليفل الانديه ومستواهم اختلف. المايسترو فهد يقول تحيه كبيره جدا للجميع وخاصه للجنرال، يقول والله لو املك القرار في نادي القادسيه بتكون اول قراراتي بان يتم عمل مجسم كبير للكابتن محمد ابراهيم، يعتبر اسطوره المدربين اللي دربت هذا النادي، اكثر البطولات بوجوده وافضل مدرب يصعد لاعبين الصغار للفريق الاول. شكر خاص واعطى من وقته ومن صحته ربي يحفظه الكابتن محمد ابراهيم. هذا اخوك فهد. شكر خاص. جزاك الله خير يا فهد، يستاهل. الله يسلمك ويشكرك يا غالي الجنرال. طيب احنا جنرال اي دمعته قريبه ترى عاطفي لكن والله تستاهل ابو نواف. اي تستاهل ابو نواف، هذا ترى المشاعر لما تجسد بهالشكل هذا من المشجعين يعني انت تستاهل. احنا قدمنا وناس وايد قدمت لنادي القادسية، يعني انا احد الاشخاص اللي قدمته، انا لاعب وانا مدرب واعطيتهم دم قلبي ما شاء الله لا اله الا الله، واعطيتهم عيني اللي ما اشوف منها واخرتها بعد اخرتها موسمياتني الجلطه. جزاك الله خير. الحين زين قاعد نعيد ذكرانا، يعني سويت ترى ما اعرفه توني الحين. الله يعطيك الصحه والعافيه. ننتقل من موضوع الاتحاد الاسيوي وابطال اسيا 2 اللي راح يشارك فيها ان شاء الله باكر نادي الكويت، عسى الله يوفقه باذن الله في مباراه الغد. ننتقل الى الازرق وتحضيرات الازرق في معسكر دبي، نشوف التقرير ومن ثم العوده. يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته في دبي استعدادا لملاقاة المنتخبين العماني والفلسطيني في 10 و15 من الشهر الجاري بالجولتين 3 و4 من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ويجري الأزرق تدريباته على فترتين صباحية في صالة التدريبات ومسائية على ملعب نادي شرطة دبي حيث مقر معسكر منتخبنا الحالي. وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب خوان أنطونيو بيتزي قد أعلن قائمة من 26 لاعباً لخوض الجولتين المقبلتين من التصفيات وسط تساؤلات حول غياب بعض الأسماء البارزة عن خيارات بيتزي رغم تألقهم في الدوري المحلي وأبرزهم مهاجم العربي علي خلف. كذلك يغيب لاعبو نادي الكويت عن بداية المعسكر التدريبي للمنتخب لارتباط ناديهم بمواجهة ضد مضيفة الحسين إربد الأردني اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، على أن يلتحق لاعبو الأبيض الدوليين 9 بوفد المنتخب في دبي يوم غد الخميس. ومن المقرر أن تتواصل تحضيرات الأزرق في دبي حتى 8 أكتوبر الجاري والذي سيتوجه فيه إلى مسقط حيث سيجري تدريبا وحيدا قبل مواجهة مضيفة العماني في 10 أكتوبر على استاد مجمع السلطان قابوس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم. يغادر بعدها وفد الأزرق سلطنة عمان متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة ليواصل تحضيراته هناك استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين في 15 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الرابعة للتصفيات. وتتركز تحضيرات الأزرق الراهنة في دبي على رفع المعدل اللياقي للاعبين مع بعض الحصص التكتيكية التي يسعى بيتزي وطاقمه المساعد إلى تطبيقها في المواجهة ضد المنتخب العماني والتي يرى المدرب أنها ستكون هامة لإيقاف مفاتيح اللعب في المنتخب العماني وتحقيق الأزرق أول فوز له بعد تعادلين مع المنتخبين الأردني والعراقي في الجولتين الأوليين من تصفيات كأس العالم. إذن التحضيرات والاستعدادات تتواصل في معسكر دبي للأزرق لمواجهتي عمان وفلسطين. يوسف سويد، الآن يعني الأسماء اللي شفناها، يعني ما نبي نرجع شوية وراء ونتكلم على الأسماء، خلاص الحين نبي ندخل في طور الاستعداد والتجهيز حتى الذهني. يعني احنا الحين الاتجاه من دبي لمسقط، من مسقط للدوحة في المبارتين، قاعد نتكلم عن 10 أيام، يوم 10 ويوم 15. لها خصوصيه هذه التركيبه اللي قلت لك اياها، من يعني ما راح نرجع الى الكويت، عطني من خبرتك شنو هذا يضيف. ما قلت لك يا ما اقول لك عن طريقه السفر.
بغض النظر وش هي، حتى لو تكون مسافه قصيره. اي يعني انت في قاعد ليش في الدوري السعودي تروح مسافه نفس مسافه أدري من الكويت للدوحه؟ ادري احنا نشوفها كذي سهله بس متعبه شوي نفسيه. اي متعب غير لما تكون انت قاعد وهم يجونك، يفرق يفرق. هذا شوف ما في فريق، ما في فريق سهل في هذه المجموعه، عمان ولا فلسطين ولا الاردن ولا حتى من هذا كوريا. متى ولا حتى كوريا انت المفروض كوريا ولا فريق تقوله، ولا حتى كوريا كنا اضعف فريق بالمجموعه. لان كوريا شفتهم ضد فلسطين ما كان هذا المستوى. كوريا كوريا حتى لو شفتهم كوريا وصلنا اي بس مو مو المرشح الاول. مرشح بالكلام صح؟ لا خليني اقول لك احنا مرشح الكلام بس مو هذه هذه كوريا السابق. لا هذه كوريا اللي كانوا باسيا قاعد يفوز باسمه، ما قاعد يرد على احد، قاعد يلعب بالاسم. شهر واحد هذا اللي بكاس اسيا كوريا شو مسوي؟ شنو اخذ يعني البطوله؟ لا لازم ياخذ البطوله. لا 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 اذا تقول لي زين زين اليابان اخذ البطوله اذا تقول الحين من المرشحين اوائل. لا كمستوى من اوائل القاره مرشحين ما يخالف. كم مستوى الحين اليابان احسن من كوريا؟ ما اخذ البطوله، ما اخذ اسيا. اي اوكي ما اخذها بس وين وصل؟ اوكي هذا يعني اوكي ما راح نختلف. زين انت تشوف انه شنو المجموعه ما فيها احد سهل؟ ماكو ما في فرق سهل. ما في مرات متى ما فيش تقول هذا الفريق سهل. مراتنا مع عمان انا برايي اقوى من مع الاردن. عمان ما عنده ولا نقطه. ايه صح. فراح يكون اهدأ منك انت، لازم تبي تاخذ تفوز عشان توصل لجدا. عمان اهدأ مني؟ ما عنده ولا نقطه. إيه مو معنى هذا انه مني. زين خليني اقول لك، خليني اقول بس دقيقه جمال، خليني اقول لك المفاهيم قد تكون مفاهيمي غلط صلح. يلا مفاهيمي غلط. هو على ارضه وحارس انه يغير الفكره وعنده رده فعل كبيره لانه تغير مدرب، واللي مسك مدرب رشيد جابر مدرب معروف بالاستراتيجيه النفسيه ومحبوب، فبالتالي قد تكون هذه صحوه مو مصالحنا. قد تكون وغالبا الاكثر. لا مو شرط. أوكي. قد تكون. اوكي اوكي انزين بس مثل ما قلت لك الفريق العماني مو سهل، وشفته انا ضد العراق خاصه في الشوط الثاني عنده قوه بدنيه انا ما شفتها في لاعبين دول الخليج خاصه الفريق العماني، وسرعه وعنده لياقه وسرعه وبسرعه يوصل الجول. من كذي قاعد اقول لك انا الفريق العماني مو سهل. ليش انا اقول لك اهدأ؟ ما عنده ولا نقطه غير منتخب الكويت. انا بس ابي افهم شلون ما عنده ولا نقطه يعني اهدأ؟ عليه ضغط معذب. اي يعني شلون اهدأ اذا ما عنده ولا نقطه؟ مفروض هو يبي النقاط. هو الحين يعني ما في مجال يفرط. هو الحين ترتيبه مو الاخير. اوكي اوكي شلون اهدى؟ يعني اهدى بالاعصاب انه يلعب باعصاب اهدى يكون غير غير لما فاهم. انت تيك لما انا بتجف واحد بي اسف والله اسف يمكن غلط صلح لي. انا لما اكون ما عندي ولا نقطه وهذه المباراه في ملعبي انا ملهوف اني اخذ الثلاث نقاط. لا وجمهورك يعني جمهورك مرشحك انك تاهل. اي مو اهدى، أهدأ باللعب، باللعب داخل الملعب ما أطيش هدوء، أهدأ داخل الملعب. أوكي لا مو أوكي لازم تفهم لا كلامي. أنا فاهمة بس أيه؟ بس يعني أبي أمنطقة أحيل أهدأ المنطقة. أهدأ داخل الملعب زين زي خلي يدخل معنا الكباتن على موضوع داخل. الأهدأ هل تعتقد جمال خلك معاي خل بنواف بعد شوي هل تعتقد فعلا أهدأ قد يكون الفريق؟ أنا صراحة شوف أنا رأيي أيه؟ أنا عكس شوي فريق راح يدش الملعب الفريق العماني بضغط جماهيري، ضغط من اول ما شار المدرب للحين الاعلام العماني بيشتغل على اللاعبين. الفريق العماني الجمهور العمانيه بتوقع انه على المجموعه اللي شافوها فريقه بيكون الثاني او الثالث. بس وقفني على نقطه اهدى عشان ارجع حق سويد اعطيه حقه. لا 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 مو اهدى. اهدى انت تشوف اهدى؟ لا مو اهدى. عشان شلون يبي يلعب؟ لا انا ما اعرف اسمع من الكباتن انا ما تفسير سويد قد يكون انه يدخل المباراه يكون هو هادي لانه الأخير هو راح يمتلك المباراة يكون أهدى من الفريق الآخر. أعتقد الكويت راح يكون أهدى من الفريق العماني، العماني راح يكون منفجر أكيد منفجر. أنا في تصوري الفريق العماني ما كان يعني إحنا قبل البطولة ما نقول هذا مركز الحين لو يلعب مبارتين الكويت يلعب مبارتين قد يكون هو عنده نقطتين والكويت ما عنده. بالتالي بالهدوء تعتقد إنه يكون أهدى؟ لا لا هو راح يكون راح ينفجر. أوكي أنا فاهم الهداوة مو المقصد إني أنا ما راح ألعب، الهداوة اني انا وصلت للصفر، انا صفر فاهم اللي بوصله انا صفر، يعني لو اخسر من الكويت وصلت مرحلة مع 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 جمهوري ان انا مو معتمد علي، فكون هادي
كاعصاب انا قصدي هذا هذا انا عدل بعد وانت تعتقد بس بالملعب مو معناه ان انا ما راح العب شلون هذا اعصاب يعني اذا انا الحين حشدت عليك الراي العام لا انا الحين وياك اشرح 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 اقول لك انا هدوء اعصاب اعصاب انا داخل الملعب يعني ما اطيش واحنا مو متفقين مع هدوء الاعصاب احنا نشوف لكن لكن لا لا احنا مو يعني احنا مو مو ضدك بس هي وجهات نظر وجهات نظر انت انت مشاهد فهد على اهدى احنا نقول خلاص لا دقيقه شو دقيقه يعني خنقدم شيء معلومه حق الناس اللي يتكلم يوسف سويد يعني يعني انا لما تكلمت كذي والله انا خفت يعني انا احب انك تطمني قبل ما تطمن الناس هدوء الهدوء مو مصالحنا هدوءهم احنا بالعكس نقطه ان هم راح يدشون تسرع ليش يعني مو مصالحنا لما يدشون بتسرع لما يدشون ملهوفين على المباراه تفلت منهم المباراة ما راح يصير كذي انا قاعد اقول لك هدوء اعصاب داخل الملعب فريق ما عنده ولا نقطة نعم الاعصاب راح تكون في فريقنا لازم احنا نفوز ليش لازم تفوز انت وهم انت عندك فرصة لا انت عندك فرصة عندك نقطتين زين احسن منهم انت لا لا ما شلون لا مشاهد بعذبي مو معناته اللي عندنا انت بعذبي مو معناته لا مو احسن لازم تفوز لازم افوز اكيد انا اقول لك انا بعذبي ما اقول لك انت احسن منهم لا لا بعذبي شوف انا شوف كلام صحيح احنا شوف احنا مثل ما احنا نبي المباراه هم يبونها دبل عنك ليش جمال الله يخليك افهم الكلام اللي اقوله انا هو كلام زين جماعه الله يخليكم ما يصير احد ينوب عن احد جمال قاعد يوجه له صح هو قاعد يقول الكلام اللي انا وجمال ومحمد ابراهيم فهمناه حلو خلي يشرح لنا على اساس توصل حق الناس هذا قاعد يشرح الحين ما وصلت الفكره بس رد على نقطه جمال الحين وخذ راحتك خلي يقول جمال يلا جمال بعدي مثل ما احنا نبي المباراه المنتخب العماني مطالب الحين اكثر من المنتخب الكويتي ليش ان المباراه على ارضه هذا رقم واحد رقم اثنين الجمهور العماني بعد المباراة اللي طافت سوى انتفاضة بعمان على المدرب على الكل رد رشيد جابر وردة فعل من الجمهور العماني مع رشيد جابر كل مستانس مرتاح معنوية ونفسية حق اللاعبين فاللاعب الحين العماني مع منتخب الكويت ينطر المباراة متى تصير مباراة منتخب الكويت ويا الجماهير عشان يغير الفكرة عشان يغير الفكرة قبل أكثر من منتخب الكويت منتخب الكويت نتمنى فريقنا يبي المباراة يبي كل شيء بس هذا عنده هدف المباراة على أرضه أوكي فراح يدش شكرا جمال انت الحين خلو انت بعد انت, انت الحين سمعتي ان انا قلت عمان ما يبي مباراة لا قلت اهدى اهدى باللعب هو ضد الفكره يقول لا مو اهدى بالاعصاب يكون مضبوط يعني وضحتها لك المره زين ادري قاعد اقول لك انا الحين انت مو شرحت لنا احنا نشوف اهدى بالاعصاب ان لما ينزل الملعب اعصابه اهدى ما يطيش داخل الملعب عشان ما يخسر المباراه اوكي انزين نتجاوز هذا انا ما قلت انا ما قلت احتمال ما يبي المباراه زين اسمعني انا عشان على ملعب عشان ما يضيع الوقت نتجاوز هذه النقطه موضوع الاعصاب كلمني تكتيكيا ترى المنتخب العماني حتى في المباراه اللي خسرها كان منتخب يعني قلت لك انا ضد العراق أي؟ خاصه في الشوط الثاني كان افضل بس ما سجل اهداف بالعراق قايل لك كان اي ما سجل في المباراه هذه عنده الامكانيه انه يفوز وعنده اللاعبين اللي كسبونه فريق العماني سريع وعنده لياقه ويلعبون كره بالارض يعني ما عنده الكرات الطايشه او انها طويله فمثل ما قلت لك في البدايه المباراه ما هي سهله تغيير 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 المدرب لا خلاص بتجاوز على الفكره قد يكون يعني وجهه نظرك صحيحه وقد تكون وجهه نظر جمال صحيحه بالنهايه هي اراء لكن انا اتكلم الحين تغيير المدرب تغيير المدرب ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي ممكن اي بس اذا طالع من خسارتين انت بس مو بالضروري يكون ايجابي ممكن يكون سلبي بعدي بس اوجه رساله حق مدرب منتخب الكويت ان شاء الله يترجموا له عندهم لاعبين انت ليش ما تنطر دورك انت قاعد تضيع الوقت انطر دورك بعد عمري بس اخاف انسى انا صاير انسى وايد حق المنتخب والله عندهم لاعبين يلا عندهم الحياي لاعب منتخب عمان صح عندهم فواز اللي جبناه احنا عبد الله فواز وعبد الله فواز هذول من افضل لاعبين منتخب عمان هذول لازم مفاتيح اللعب يعني مفاتيح اللعب لازم تركز عليهم متى ما وقفت هذول الاثنين انا اتكلم وشايف منتخب عمان عدل يوقف الفريق هذول الاثنين اهم لاعبين من منتخب العماني
اعتقد انه يعني حاسبين حسابهم لان منتخبنا، لان احنا شفناهم في كاس اسيا يعني وشفناهم في المباريات السابقه، فاعتقد انه يعني واضح خاصه الاحياء يعني واضح جدا. عبد الله فواز لعب ويانا، عبد الله فواز لا لعب معنا ما لعب مركز، انا عارف بس يعني هناك بالمنتخب هو شلون تعاقده ويا القادسيه كان مميز بالمنتخب، خذا في اسيا لعبتين وافضل لاعب صراحه، خذا افضل لاعب في الملعب. ابو نواف انا في تصور ان المباراه هذه يعني اداريا فنيا لاعبين علينا ان ننظر فقط للمباراه هذه، خلي المباراه هناك يلعبون العراق والاردن، خلي مباراتنا الثانيه نلعب مع الاردن او نلعب مع الاردن في قطر، هذه المباراه انا في تصوري اذا حققنا الفوز فهذا مكسب عالي له، صح ولا حققت تعادل مو خساره عادل طبعا لا حتى التعادل نقطه طبعا. بالعكس انت ماخذ كانك ماخذ ثلاث منهم صح. لان صح. شغله ايجابيه حق المرحله الجايه صح، بس الخساره انا ما ودي فيها. انزين شلون تنظر حق هذا الامر هذا؟ امامك فريق ترى ما هو سهل، يمكن خانته الظروف، انا اقول لانه هو تفوقا بالتصنيف وافضل مني وايد، خانته الظروف في المباراه الاولى، المباراه الثانيه شنو مشاكله شنو عنده، قدم مباراه مع العراق واحنا شفناها خاصه بالشوط الثاني بالعراق، ولكن خانته الظروف يمكن ما سجل. بس مو معناته هذا ان الفريق المنتخب العماني ما راح ياخذ ثلاث نقاط، هذا جانب. الجانب الثاني مهم جدا في هذه المباريات الدوليه، انت لازم ما تكون مكشوف، يعني لازم تكون في مفاجاه الخصم في خياراتك في ادوارك في تكتيكك طريقه لعبك اللعب الجماعي، متى تختار هذا الفوز شلون تختار هذا الفوز، هذه الامور كلها تنصب على الجهاز الفني واللاعبين. انا في تصوري يعني انا قراءتي راح نستمر على هذا الاسلوب متراجعين خمسة بالنص ثلاثة خمسة ثلاثة أو خمسة إحنا طريقتنا مكشوفة معروفة أنا لا أنا قصدي يعني الحين أنت خذ فرصته وخذ مكانته والحين يقدر يتمرن تقريبا أكثر من 8-9 حصص تدريبية حق المباراة وعرف اللاعبين وعرف اللاعبين، يبقى هذه المفاتيح اللي لازم يستخدمها أو مفاجأة الخصم أو ما بين الشوطين، هذا الأمر يعود للجهاز الفني. بس أنت ما تسلم نفسك في أسلوب واحد، واحنا استمرينا في المباراة السابقة كان في اسلوب واحد نفس الطريقة، ما كنا حطينا استفدنا في حالة الطرد. قراءتي الفنية قد تكون تختلف عن قراءتي الفنية، ولكن هو بالاخير ايده بالنار، لا يشعر باللاعبين، هو موجود يتدرب معاهم، هو يعرف يتصرف. واتمنى ان تغير هذه الامور هذه كلها ونفاجئ فيها الخصم، ولكن ايضا اقول لك ان الفريق العماني سيكون ايضا مهاجم عليك وضاغط عليك. هو المبادر راح يكون. هو المبادر، وهذه القراءات كلها لازم هو يعلمها، شلون انت من خلال هذه المبادرة أو من خلال هذا الضغط العالي اللي راح يكون عليك أنك تكسر هذا التكتل أو هذا الضغط العالي صح. هناك طرق كثيرة تكسر هذا الضغط العالي بالتمريرة باللمسة اللمستين بالتمرير الطويل على الكرات، يعني في كثير من الأمور أنك تتخلص هذا الأمور. أبو نواف تبديل المدرب قد يكون سلبي أو إيجابي؟ شوف ما دام هو يعني مدرب الكل اتفق عليه، هو ترى من المدربين الناجحين في الفترات الماضية، سي في يعني ماله ممتاز، كان له أرقام وحتى درب المنتخب نعم العماني نعم. بالتالي اليوم الاتحاد العماني وفق في هذا الاختيار، لو جايب له واحد أجنبي يبي له يشتغل وايد، ولكن هذا لأنه وطني ومن لحم ومن دمهم يعني عارف شوي تصرف. الجانب البدني مهم، الجانب البدني هم عالي، الجانب النفسي او الجانب التدريبي من قبل الجهاز الوطني هذا دعم كبير، ما حطوه ولا اختاروا هذا الوقت الا فعلا ان ايضا تقريبا له دور الجهاز الفني بنسبه 30% عن اللاعبين 70% صح. بالتالي اعتقد وفق الاتحاد العماني في هذا الاختيار. لو ناطرين شوي غيروا بعد مباراه هذا لعبوا زين مع الكوره، والله لعبوا زين مع الكوره والعراق، والله شوف الكابتن رشيد جابر مميز صراحه، يعني لو ناطرين يعني كابتن رشيد يعني بعد المباراه، بس على كل حال حبايب اخوان يمكن خير لنا ان شاء الله، ان شاء الله خير لنا، التغيير خير لنا، وبنفس الوقت ترى مو بعيد عن تغييرنا احنا هم بعد قبل المباراة بفترة بسيطة غيرنا، ترى احنا مشابه للفريق العماني. انت عندك تقريبا اسبوع فيها لعبتين يعني مهمين صح، وهاللعبتين هذه انت الان تقريبا نقول اسبوع، انت تتكلم حول اسبوعين انت برا الكويت كلاعبين نعم، وعايشين الاجواء وشافوا اللي حصل بلعبة والشغف الكبير اللي الجماهير الكويت كلها اللي كانت وياهم في مباراتهم مع العراق، هذا ترى باور دافع لهم ان انت شوف اللعبه وعلى تعادل سوت صار بالكويت، فهذا نفسيا عامل نفسي للاعبين انه شوف
الحب والعشق الرياضي على مستوى الكويت بشكل كامل. التفاعل وهذا لك انت كلاعب، لك انت لمستقبلك، انك انت لو انك تعوضنا في التعادل مثل ما قال محمد، اقل شيء تعادل لفوز ان شاء الله فوز، انت حقك انت كلاعب وحق تاريخك وايد فرصة ذهبية قدامك. صح، بس بدر كل لعبة تختلف عن لعبة. طبعا طبعا انا ما نتكلم على كلعبة، احنا نتكلم كعامل النفسي للاعبين. انت اسبوعين بيطلع من هنا ما راح يرجع الكويت. صح. فهذا دافع جيد، انت قاعد تعيش الاجواء بعيد عن دواوين، بعيد عن الكويت. صح. بعيد عن تصريحات، بعيد عن السوشيال ميديا، عايش الاجواء اسبوعين. هذا اللي بداية سألته حق يوسف سويد، ترى قد يكون جديد على بعض اللاعبين بس هذا يعني جيد. اسبوعين إيه بس انت بالكامل خارج الكويت، انت عايش ما راح ترجع الكويت وتكمل بالضبط. إيه؟ وعايش هناك بعيد عن اهلك، بعيد عن جماهيرك، بعيد عن دواوينك، بعيد عن ربعك، عايش الجو ان انت الان لياقه، لازم منطقيا تصير فت. صح. لانك انت شكل تمرين يومي صبح وعصر احتمال وعلى جدول المدرب، زائد ان انت عندك لعبتين انت تقدر تاخذها. إذا مع المباريات التجريبية ولا بالمعسكر هذا القصير؟ ما يصير معسكر في مباراة تجريبية. ممكن لا يعني تحضير حق تحضير حق مباراتين يعني عامل النفسي وعامل الجو وعامل الأشياء الثانية. البعض يقول لو تلعب مباراة واحدة تجريبية، والبعض يقول خاف يصير في إصابات. ما تحصلها لا إصابات بس ما تحصلها على كيف. لا أبو عذبي تدري يعني اللي يقال الآراء تقول إن أنت طالع من الدوري مو في بداية الموسم، فبالتالي تحتاج مباريات. أنت اللاعبين طالعين من دوري يعني. زائد أن هل أنت تحصل بالفوز؟ بس أنت يبيلك انسجام دوري لاعبين مع الأندية. في أراء تقول مباريات تجريبية. وبنفس الوقت هل تحصل مباريات على كيفك؟ لا 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 مباراة تجريبية يعني أنت لاعبين تقريبا عندك 7 أو 8 لاعبين يلعبون بالكويت هذه. إيه. بالفورمة يعني دخلوا في. بس بشكل عام إحنا نتكلم على أساس أن اللعبتين هذول إن ما نطلع منها أضعف لمان بتعادل. وننطر مثل ما قال محمد لعبه ورا لعبه، اللي سويته مو شيء بسيط هني، وان شاء الله اللي راح اللي جاي افضل ان شاء الله. جمال شوف احنا نتمنى ابو شهد نفس ما قال ابو ناصر اتفاقيه 100%. يعني انتم ما خذيتوا بطوله، شفتوا رده فعل الجماهير الكويتيه كلها سواء الرياضي ولا غير رياضي، الكل تفاعل معاكم، فان شاء الله يقدمون مستوى الروح القتاليه داخل الملعب. واتمنى للمدرب، احنا بالسابق وعذرناه اول لعبتين قلنا مو شايف الفريق، بعيد عن الفريق، ما يعرف اسامي اللاعبين، ما يعرف اللاعبين، الكل عذر المدرب. هلا المدرب شاف اللاعبين خلال مباريات الدوري، شاف المدربين مع التمارين مباريات رسميه، والان عنده اريحيه مع الفريق خلال اسبوعين معسكر واللاعبين كلهم تحت امره قاعد يشوفهم قدامه، فان شاء الله يكون عارف امكانيات لاعبينا كلهم، ويدشون اللاعبين يشدون حيلهم مستذبحين يبون المباراه. مثل ما ذكر ابو نواف تو الحين قال ان الفريق اذا فاز ان شاء الله راح نتوقع انه راح نوصل بعيد، واذا تعادل يعني الان عادي كانك فايز برا ارضك، بتعادل كانك فايز بالنسبه لي. اوكي مستمرين ان شاء الله في رصد احوال واخبار وتحضيرات منتخبنا في الحلقات القادمه من خلال معسكر دبي باذن الله، ولدينا العديد من الافكار نناقشها مع رواد برنامج بالسنتر. بس خلوني اروح الى تقريرنا الاخير في هذه الحلقه. تقريرنا يتحدث عن المرشحين لجوائز الاتحاد الاسيوي لهذه السنه. كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً عن قوائم اللاعبين المرشحين للفوز بجوائزه السنوية لأفضل اللاعبين بالقارة الصفراء لعام 2023، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب ينشط في القارة الآسيوية كل من القطري أكرم عفيف والأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغو. وأتى ترشيح القطري عفيف لهذه الجائزة بعد قيادته منتخب بلاده لنيل لقب كأس آسيا 2023 التي توج هدافاً لها ونال خلالها جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما جاء ترشيح الأردني النعيمات للجائزة بعد مساهمته البارزة في حلول منتخب بلاده وصيفاً لكأس آسيا 2023. من جانب آخر سيتنافس كل من الأردني مسد عمري لاعب فريق مونبلي الفرنسي، والإيراني مهدي طارمي لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب آسيوي ينشط خارج القارة الصفراء.
هذا وسيتم الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز الأفضل في قارة آسيا لعام 2023 خلال الحفل السنوي 28 لجوائز الاتحاد الآسيوي السنوية الذي تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية سيول في 29 من شهر أكتوبر الجاري. إذن المرشحين لهذا الموسم موسم 23-24 يزن العيمات الأردني، سيول اليانغ وو الكوري الجنوبي، وأكرم عفيف القطري. أبو عذبي من الأقرب؟ أكرم عفيف. أكرم عفيف. يعني هذه الأمور يدخل فيها شنو بالضبط؟ هو اللاعب المميز في منتخب قطر. أي. زين؟ وهو اللاعب اللي يحرك الفريق كله. بالاضافه الى شو اسمه الى الاهداف اللي قاعد يسجلها. جائزه افضل عشان اشوف رقم اكرم عفيف. اكرم عفيف جائزه افضل لاعب اسيوي محترف خارج القاره، موسى التعمري لاعب مونديالي الفرنسي منتخب الاردن، سون لاعب توتنهام منتخب كوريا الجنوبيه، مهدي طارمي لاعب انتر ميلان منتخب ايران. انا اروح حق اللاعب الاردني موسى التعمري. موسى التعمري. ابو نواف خلني اول شيء بتكلم عن يزن العيمات، سيول يانغ يو واكرم عفيف. اللي قدمه أكرم عفيف أتصور أنه هو الأميز هو الأفضل، خاصة نتكلم عن ناديين كان الهد السد أو إن كان في المنتخب بطولة الأخيرة في آسيا وكلهم شاركوا في آسيا، فأعتقد أكرم عفيف هو كان المسيطر، هو اللي كان مفتاح فوز قطر وتحقيق النتائج الإيجابية، فأعتقد أكرم عفيف بالنسبة لي هو الأميز. بدر العنبري. انا التعمري. عفوا اسف التعمري انا احط التعمري. التعمري اوكي. انا احط التعمري بحكم انه طالع من بيئه يعني فيها قاب كبير بينها وبين الاوروبا يعني، فهو يبرز هناك، فهذا شيء جيد انك تبرز فيه. ترى التعمري وسون يعني لاعب توتنهام ومادي طارمي لاعب الانتر، عشان شيء قاعد اقول لك تبرز في هالاماكن نفسها. التعمري قدم اكثر من سون في اسيا، فهذا نجاح يعتبر. أكرم عفيف. أكرم عفيف يزن عيمات. المنطق شقول؟ المنطق شقول؟ هداف آسيا إذا ما كان مع الموجود ملعب مثلا مكانه فاضي، مكانه واضح جدا، فوجوده بالملعب جدا بكل اللعبات إن كان منتخب أو نادي مؤثر جدا، أعتقد يعني الكفة كلها راجحة له. جمال. على مستوى آسيا اللي هو بالنسبة لي أكرم عفيف هو الأفضل، يعني أكثر لاعب صناعة في كأس آسيا، هو أفضل لاعب مسجل ولاعب فارق الصراحة عن باقي اللاعبين. أكرم عفيف يستاهل أفضل لاعب في آسيا. أما بالصوب الثاني هناك التعمري بالنسبة لي من اللاعبين المحترفين برا، وهو ليش تقول لي إحنا سونغ ويا طارمي ما شفناهم في كأس آسيا، ما قدموا، شفنا اللي قدمه التعمري في كأس آسيا، في كأس آسيا اللي قدمه التعمري شيء خرافي صراحة، مثل ما كنا نشوف أكرم هنا كنا نشوف التعمري، كان الناس ينطرون متى مباراة قطر عشان أكرم، متى مباراة الأردن عشان التعمري. أنا عندي بعض التغريدات من ولد مطير، من هني القادسية، من عبد الرحمن النجدي، كلهم يرحبون فيكم. أنا آسف ما أقدر أقراها التغريدات بشكل مفصل. هني المسافر من عمان يقول السلام عليكم، إحنا كلنا حبايب واللي يفوز من الكويت وعمان الفرحه واحده، يقول بس اتمنى عمانيه واحنا نتمناها كويتيه. على كل حال شكرا للتواصل، شكرا يوسف سويد، شكرا جنرال، شكرا بدر العنبري، شكرا جمال. سلم عليكم فيصل خليل. والنعم يقول الله يسلمه. اهلي شباب اهلي الامارات 5-6 مباريات ما خسروا ولا خساره ومتصدر الدوري الاماراتي مع الشارجه. يقول راح يخسرون من نادي الكويت. قلت له نتمنى الكويت. امرد له الكويت ولا خساره كله فوز. وصلنا للختام، شكرا جمال، شكرا للجميع، نتواصل ان شاء الله في حلقه جديده باكر، تصبحون على خير.